مشاهدينا، بعد ما أخذنا فكرة سريعة عن مشروع الكويت الآن، الحين بهاللحظة راح يتم تدشين مشروع كاميرات البث المباشر للكويت الآن عبر برنامج ليالي الكويت، ليتم تشغيل هذه الكاميرات، وهذه البادرة تكون الأولى من نوعها، حيث يتم التدشين والتشغيل لأول مرة على الهواء مباشرة. وسوف يدشن المشروع معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد الجبري. مساك الله بالخير أبو عبد العزيز، وحياك الله معانا، وسعداء باختيارك ليالي الكويت لتدشين هذا المشروع الكبير. مساكم الله بالخير اختي قادة واخوي عبد الله، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون هذه السنة سنة خير على الكويت جميعا. حقيقة انا اخترت ان يكون تدشين هذا المشروع اللي هو مشروع الكويت الآن في برنامجكم المتميز دائما، وللحقيقة أخذ جهد كبير من لجنة تطوير الهوية التلفزيونية، واللي قاموا كوادر وبناتنا وعيالنا في وزارة الإعلام سواء في قطاع الهندسة أو قطاع التلفزيون، أو مثل ما قلت لجنة تطوير الهوية التلفزيونية، على العمل على هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة بالتعاون مع شركة فيفا وشركة هواوي. وبسم الله وبكل سرور نتوكل على الله ونشوف تدشين الكويت الآن. نعم معالي الوزير، أطلب منك عبر برنامج ليالي الكويت أن تعلن الآن عن انطلاق وتدشين هذه الكاميرات بدءا من هذه اللحظة. توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلونا نشوف الكويت الآن. تفضل. ألف مبروك انطلاق وتدشين هذا المشروع الجميل جدا، واللي يرصد دولة الكويت لحظة بلحظة. وعبد العزيز بعد إذنك، يعني سنة 2018 كانت سنة مليئة بالإنجاز لوزارة الإعلام، شنو تطلعاتك ل 2019 بإذن الله؟ لله الحمد أختي غادة، اليوم هذا الجهد والعمل والنجاحات اللي تحققت في سنة 2018 في وزارة الإعلام هي كانت بجهود أظافر الجميع، مثل ما قلت من أبناء وبنات وزارة الإعلام، وللحقيقة الكل شاف هذه المشاريع اللي تمت في سنة 2018 واللي آخرها الآن المشروع اللي دشناه اللي هو الكويت الآن. الكل يعرف أن عندنا الأيام القادمة القريبة راح يكون عندنا استديو الأخبار، وهو أيضا راح يكون استديو متميز، وهو في تقنية عالية في المنطقة وعلى أحدث طراز وأحدث أجهزة، إضافة إلى العديد من المشاريع. أيضا عندنا قناة الطفل اللي الآن تم تدشينها، والآن هي في البث التجريبي لهذه القناة، لأهمية هذه القناة اللي من خلالها راح نوصل رسالة وطنية لأبنائنا والأجيال فكريا وتربويا وثقافيا، وتكون قادرة على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع من خلال البرامج اللي تبثها هذه القناة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع
في قطاع الهندسة الأخوان حقيقة قايمين بجهد جبار في قطاع الهندسة وأيضا قطاع التلفزيون وكل القطاعات. اليوم هذا أرجع وأقول ما هو عمل وزير فقط ولا وكلاء وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين، إنما تضافر الجهود من الوزير إلى أصغر الموظفين الكويتيين. بهذه المناسبة أحب أقول إن مشروع مثل الكويت الآن في هذا الحجم وفي هذه المواقع اللي تم تدشينها الآن في برج التحرير أو في جسر جابر أو في المركز العلمي أو حتى واللي في القصر الأحمر ومحافظة الأحمدية وسوق المباركية وفي هذه التقنية العالية، لم يكلفنا هذا المشروع سوى 45,000 دينار. نعم. ليش؟ لأن اعتمدنا بعد الله سبحانه وتعالى على كوادر وزارة الإعلام ومهندسين وزارة الإعلام وفنيين وزارة الإعلام من أبنائنا وبناتنا، فلذلك كانت التكلفة عندنا بسيطة لهذا المشروع الأول في المنطقة، ولنقدر نقول تلفزيون الكويت هو السباق دائما واللي يعتبر هذا المشروع هو الأول في المنطقة اللي حولنا. واليوم هذا إنجاز أيضا يحسب لوزارة الإعلام ومن سبيل وزارة الإعلام، وإحنا نوعدكم من خلال برنامجكم المتميز أن نبحث عن كل إنجاز وكل شيء يفيد كويتنا الحبيبة بإذن الله. نعم معالي الوزير، يمكن شفنا من خلال هذه اللقطات وجود الكاميرات في 6 أماكن تاريخية وأماكن جميلة في الكويت الحبيبة، يعني هذه النقلة الجميلة بين مشاريع وزارة الإعلام، وين تكمن أهمية مشروع الكويت الآن؟ طبعا أهمية المشروع راح يساعد يعطي دور كبير على الدعم الإعلامي لخطة التنمية والترويج لمشاريع الدولة، هذا 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 أولا، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السياحية والجمالية الموجودة في الكويت، ناهيك عن مدى الاستفادة الكبيرة اللي راح يستفيدوا منها مخرجين البرامج اليومية في اختيار اللقطات اللي راح تكون في دولة الكويت. كل هذه الأمور راح يستفيدون منها الكل، وبالتالي هي إضافة ونقلة نوعية وإنجاز جديد يسجل في رصيد وزارة الإعلام. معالي وزير الإعلام، نشكرك جدا لوجودك معنا في هذه المداخلة وعلى هذا التدشين الجميل لهذا المشروع الأكثر من رائع.